شكرا على الليمة السكرية يا مبروك يا اسمي مبروك. خديمة الليلة زهرة تشرفت بيك يا مبروك. أنا اسمي نوارة خديمة الليلة حبيبة بن سيدي محمد تغيس. شبحتك مرة ولا مرتين وزمان خاطي نتعرف عليك. لو احتجتي أي خدامة مني أنا حاضرة. سبحان الله خشيتي خاطري من أول مريتك واستريحت لك. تعرفي حوش منو هذا؟ لا حوش منو؟ هذا حوش الليلة حلومة ربي يرحمها ويغفر لها أم سيدنا يوسف باشا. هني سيدنا يوسف باشا قتل خوه بيك أحسن من يوم ما سكروه معاش خش لحد. مش غريبة كيف سيدنا الباشا قتل خوه؟ تكلمي يا نوارة أنا راني خديمة زيني زيك ومستحيل أنضرك. سيدنا يوسف باشا ما يرحمش مستعد يقتل أي واحد يقف في طريقه ولا يخونة حتى بكلمة. سمعت قتل حتى خديمته؟ أي خديمة؟ يضبحوا لها حفصة. إيه سمعت دوا زي هيك بس أنا جيت بعدها. شو سمعتي؟ سمعت إنك قتلها لأنها خانتها وكانت تبي تقتلها. وعلاش ما دارتهاش؟ نقصد حسب ما سمعت إنها كانت عندها خديمة سنين وكانت تقدر تقتلها أنت ما تبي. علمي علمك يا مبروكة بس رد بالك تعاودي كلام هذا قدام واحد براني راه الكل جية يعلقوك من رقبتك. لا طمني أنا ارتحت لك هذا علاش قاعدة نحكي معك. السرايا هادية مبروكة معبية بالأسرار وتغلي علي نار هادية. ليش نصاير؟ سيدي محمد البيك وخو سيدي حمد قاعدين يتعاركوا على البكاوية. خوهم الصغير سيدي علي قريب يتقط 18 خش مجلس الحكم ويبدأ يتعارك معهم حتى هو لأن يعني فمن قاعد يعبي له فراسه يمني فيه بالبشاوية. خليكي طبعا من القويرة هيك كبرى بين الليلات في السرايا. تقصي الليلة مريم وليلة جهنية؟ إيه من غيرهم قاعدين يدبروا لبعض وكيدوا باقي الليلات في السرايا. أنتي برا تسجدي. أنتي مبروكة؟ إيه أنا سيدنا الباشا جايين هديوف طابق بالاسم مش تخدم عليه الليلة في حوشة. نطفي روحك كويس اضفري شعرك وقصي ظوافرك. هذا رداء أحمر حب الرمان. لو تخدمي نص عمرك في الحصار المعمور مش حتقدري تجيبي نص حقه. البسيه لما تمشي للباشا ونهارك لتدوري فيه نلقى فيه بقعة واحدة ولا نلقاك مزقتيه. وهذه عطرية جايبينها مخصوص من باريس. لو تخدمي نص عمرك التاني مش هتلحقي ربع حقها. قطري منها بس ما تكتريش باشا ما توجعيش راس الباشا وديري لها زنزانة. لازمك تكوني عندها بالكتير قبل المغرب فاهمة؟ فاهمة. نسيت ما تنسيش تجيبي معاك العود متاعك سيدنا الباشا يبيك تربيه وتزهي خاطره